يعقد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو اجتماعا لبحث ملفات عدة، في مقدمتها ملف اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود. وقد أعلن الكرملين أن نقص الغذاء في إفريقيا لا علاقة له بروسيا، وتستمر زيارة الوزير التركي حتى يوم غد، ويتم خلالها التحضير للقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في 4 سبتمبر في سوتشي على البحر الأسود. معنا لمتابعة هذا الموضوع من موسكو مراسلتنا أريج محمد، ومن اسطنبول مراسلنا محمد المشهراوي. أبدأ معك أريج، ما المؤمل من هذا الاجتماع؟ نعم سامي، هذا الاجتماع ما زال مستمرا حتى نحن ننتظر المؤتمر الصحفي الذي سيأتي في ختامه، وسيتحدث من خلاله وزيرا خارجية روسيا وتركيا طبعا عن أبرز ما توصل إليه، وطبعا أبرز ما تتجه إليه الأنظار في هذا الاجتماع سامي ربما يكون ما يتعلق باتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود أو عبر طرق أخرى بديلة تقترحها موسكو على ما يبدو على الجانب التركي، وتحاول إيصال معاييرها فيما يتعلق بمنظورها لأي اتفاق مستقبلي يتناول تصدير الحبوب في ظل مستجدات العملية العسكرية كما تسميها روسيا في أوكرانيا أو الحرب الدائرة هناك، وما تسجله موسكو من تصعيد تجاه مواقفها ومواقعها المشاطئة للبحر الأسود خاصة شبه جزيرة القرم، وليس بعيدا عن ذلك جسر القرم ثم وصولا إلى بحر أزوف والموانئ المطلة عليه وما يحدث في زباروجيا. بطبيعة الحال هناك المقترح الروسي الذي تحدثت عنه الخارجية الروسية والكرملين بشكل طبعا مقتضب، يتناول مقترحا بين روسيا وتركيا وقطر أيضا لإيصال الحبوب إلى الدول التي تحتاجها أكثر من غيرها إلى الدول الفقيرة، وربما تكون هذا المقترح بالإضافة إلى ما يتحدث به الجانب التركي فيما يتعلق باتصالاته سواء كانت مع الجانب الأممي أو الأوكراني على طاولة أبرز ما يوضع على طاولة البحث بين الوزيرين اليوم. قد نشهد خروج الوزيرين بتفاهمات فيما يتعلق بالموضوع أو تفاهمات أولية توضع على طاولة الرئيسين، خصوصا وأن اجتماع اليوم سامي كما نعلم يمهد للقاء القمة الذي من المرتقب أن يجري قريبا بين الرئيسين الروسي والتركي. محمد من اسطنبول، يعني الصورة لديك، هل هناك أي توقعات بحصول اختراقات ما في الملفات التي يعني تطرح اليوم في موسكو؟ بالنسبة لتركيا هذا اللقاء هو بحد ذاته خطوة إيجابية على طريق نجاح آليتها الدبلوماسية في محاولة إقناع موسكو بالعودة إلى اتفاقية ممر الحبوب. طيلة الأشهر الماضية كانت مثل هذه الدعوات التركية لموسكو بعقد اجتماع ثنائي تلقى ردودا سلبية، ولكن اليوم أن تصل هذه المساعي التركية للقاء على مستوى وزراء الخارجية هي مؤشر إيجابي. ما يطرحه وزير الخارجية التركي في هذا اللقاء ليس فقط مسألة ملف اتفاقية الحبوب وإن كانت واحدة من أهم هذه الملفات، ثمة ملفات ثنائية مكثفة، يقول وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عند مغادرته تركيا متجها إلى موسكو. هذه الملفات الثنائية هي ملفات أمنية تتعلق بمحاور إقليمية مثل الساحة السورية والليبية وغيرها، إضافة إلى ملفات تتعلق بالطاقة تتعلق كذلك بالصناعات الدفاعية بين البلدين. فيما يتعلق باتفاقية الحبوب، ما تريده تركيا هو عودة موسكو إلى الاتفاقية ومع مراعاة مطالبها. كانت تركيا حثت الغرب على الانطلاق من الشروط والمطالب الروسية في أي محاولة لإقناع موسكو بالعودة إلى الالتزام باتفاقية تصدير الحبوب، وهذا ربما يعني يرضي موسكو على الأقل في هذه المرحلة ويعطيها دفعة للتعامل بإيجابية مع المساعي التركية. كان هناك موقف آخر فيما يتعلق بالطرق البديلة، تركيا رفضت الطرق البديلة وقالت لابد من إشراك موسكو في كل محطات اتفاقية الحبوب وأي مسار لاتفاقية الحبوب، لذلك تحاول الدبلوماسية التركية الإلقاء بثقلها قدر الإمكان في هذه المرحلة
تمهيدا لأن يكون اللقاء الذي لقاء القمة بين الرئيسين التركي والروسي لقاء ناجحا. هذا ما تريد أنقرة، وتريد أن تخرج من لقاء يوم الرابع من سبتمبر بنتائج إيجابية ملموسة، أقلها عودة موسكو إلى اتفاقية الحبوب. محمد المشهراوي من اسطنبول، شكرا لك. أشكرك أيضا مراسلتنا أريج محمد من موسكو، شكرا لك.